طيب انا معايا دكتور عبد الله ابو خضره، استاذ الهندسه بجامعه بني سويف. دكتور عبد الله صباح الخير. صباح النور يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين الكرام. اهلا بيك يا دكتور. دكتور عبد الله، يعني حضرتك بما انك استاذ الطرق بكليه الهندسه، شايف النهارده بافتتاح محطه عدلي منصور، هذه المحطه المركزيه باللي بيحدث حولها بعدد وسائل النقل المختلفه، 5 وسائل نقل جواها، ده ممكن ينقل مصر ازاي؟ يعني خلينا في البدايه نقول لحضرتك ولكل مصر ومصريين ورئيسنا العظيم والجيشنا العظيم وشطنا البسالة كل سنه وكلنا بكل خير بمناسبه عوده مصر المصريين والاعياد الجميله اللي احنا بنعيشها في هذه الايام. وخلينا نقول ان اللي بيحدث في مصر هو ضرب من ضروب الخيال، ما حدث في خلال ال8 سنوات اللي فاتت من كم المشروعات العملاقه اللي حصلت، ان مصر اصبحت سوق لكل كبريات الشركات العالميه في مجال النقل، وبالاخص في النقل الاخضر اللي تم تخصيص 837 مليار جنيه لتطوير منظومه النقل الاخضر من اجمالي تكلفه او من اجمالي قيمه 1.7 تريليون جنيه لتطوير مجالات النقل في الدوله المصريه. خلينا نقول التطوير اللي بيتم على ارض مصر بيتم على قدم وساق بالرغم من المتغيرات الخارجيه والداخليه، الا ان مصر بتسير بخطى ثابته. عندنا النهارده بنفتتح محطه من اكبر محطات التبادليه في المنطقه كلها، في تبادل بين 5 وسائل مواصلات مختلفه. عندي الخط الثالث لمترو انفاق المحطه الرابعه، عندي قطار الكهرباء الخفيف، عندي قطار القاهره السويس، محطه السوبر جيت، محطه الاتوبيس الترددي اللي هيربط الدائري بالمطار بمحطه عدلي منصور، منظومه جديده مصر بتدخلها لاول مره، التكنولوجيا جديده بنبدا ندخل فيها في مجال التشغيل والصيانه والانشاء. مصر بتكتسب فوائد كتيرة جدا. خلينا نقول ان كمان وسائل النقل الاخضر في مصر اصبحت مصر من اكبر الدول اللي بتمتلك شبكة نقول سكك حديد سريعة. عندي اكثر من 2000 كيلومتر في مصر بتتعمل دلوقتي. القطار الكهربائي الخفيف اللي موجود حاليا الهدف منه الربط مع المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة اللي ظهرت، ده لزيادة التواصل مع هذه المناطق، تشجيع التوجه ليها، فتح فرص عمل جديدة. عندي مناطق صناعية جديدة في هذه المدن، عندي من أول عبور الشروق المستقبل، عندي لغاية الروبيكي، بعد كده بيتم فصل حركة شمالا للعاشر برمضان وبناء على توجيهات سيادة الرئيس للدخول المناطق التعليمية والسكنية فيها لاستكمال خط هناك، ثم جنوبا للعاصمة الإدارية الجديدة والتوجه للمدينة الرياضية والدخول حتى المدينة الرياضية بإجمالي أطوال يصل ل 103.3 كيلو بواقع 19 محطة. النهاردة بنفتتح المرحلة الثانية بطول 70 كيلو بواقع 12 محطة. طبعا اللي بيتم على أرض مصر ده يعني فعلا طفرة غير مسبوقة على مدار تاريخ الدولة المصرية. طيب دكتور عبد الله، يعني في سؤال يعني هو هندسي بعض الشيء بس يعني عايزين نفهمه، هل أنا كان عندي البنية التحتية اللي كانت في خلال سنوات قليلة يحصل هذه الطفرة، ولا إحنا ابتدينا from scratch، يعني ابتدينا من الصفر؟ لا، خلينا نقول احنا بدينا من، وخصوصا في مجال النقل الكهربي، بدينا على خطوط المترو عندنا. انا المجالات او خلينا نقول الانواع الجديده من النقل الاخضر الموجوده حاليا دي ما كانتش موجوده عندي اصلا. المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع، احنا تاني دوله يدخل فيها القطار الكهربائي السريع بعد المغرب في القاره الافريقيه. احنا كنا محتاجين الدخول في هذا المجال بقوه، وخلينا نقول بفضل ضخ الاستثمارات في هذا الاطار والعمل عليه بشكل كبير، مصر بتستضيف دلوقتي مؤتمر مناخ في شهر نوفمبر ان شاء الله. فده مش من فراغ. الربط بين وسائل المواصلات بشكل كبير، انت سيادتك دلوقتي تقدرت من العاصمه الاداريه الجديده في محطه تبادليه اللي هي محطه عدلي منصور اللي سياده الرئيس بيفتحها النهارده، ثم من خلال المرحله الرابعه الخط الثالث ممكن لغايه محطه وادي النيل في المهندسين، ثم من هناك محطة تبادلية مع المونوريل للوصول ل 6 اكتوبر. نعم. فأنا دلوقتي بربط أقصى الشرق بأقصى الغرب، بربط العاصمة الإدارية الجديدة ب 6 اكتوبر. كم من الـ السهولة في الانتقال، كمان التذكرة الموحدة اللي هيتم العمل بيها
والتنقل بين كافه وسائل المواصلات واسعارها المختلفة. معقوله جدا يعني، احنا اعلنا على الاسعار، الاسعار معقوله جدا. طبعا يا فندم، يعني خلينا نقول ان مصر بتبقى متمسكه دايما بتحديد سعر التذكره للمواطنين، ما بتسيبش الكلام دوت للشركات اللي داخله معانا في الاستثمار. دايما الهدف الرئيسي هو تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل عمليه الحركه وتشجيع الانتقال للمجتمعات العمرانيه الجديده. نعم. طب برضو ارجع اسال لحضرتك، انا كان عندي البنيه التحتيه اللي بتساعدني ان انا اعمل ده، ولا انا ابتديت من الصفر؟ لا، بدينا يا فندم في مجال النقل الاخضر، في مجال النقل الايجار الكهربائي، بنينا على اللي موجود عندنا. كان عندي مترو الانفاق اللي تم تطويره، كان عندي المرحله الاولى والثانيه تم تطويرها باطوال تعدد ال 65.5 كيلومتر. الخط الثالث اللي تم تطوير مرحله، عمل المرحله الثالثه والرابعه فيه اللي تعدت ال 41.2 كيلومتر. المرحله الرابعه لمترو الانفاق للخط الثالث خدت احسن مشروع نقل جماعي على مستوى العالم. ثم بعد ذلك الخط الرابع، وده مشروع قومي لوحده، هيربط اكتوبر بالعاصمه الاداريه الجديده. ثم بعد ذلك الخط السادس المعادي الخصوص. انما الدخول في المنظومه الجديده دي بدانا فيها من الصفر، زي ما سيادتك عايزه توصل لي في نفس السؤال سيادتك، ان انا الموضوع التنوع بقى غير المترو الانفاق. ما كانش عندي غير مترو الانفاق، ما كانش عندي جار كهربائي غير مترو الانفاق. دلوقتي بقى في عندي قطار كهربائي خفيف، قطار كهربائي سريع، مونوريل، الترام في الاسكندريه وتطويره بطول 34 كيلو ونص، تطوير خط سكة حديد أبو قير وكهربته وتحويل المترو أنفاق، الربط بخط كهربائي لربط المواني مع بعضها البعض من خلال ربط ميناء بورسعيد بميناء دمياط ثم ميناء الأسكندرية. عندي كمان الفردان بئر العبد رفح طابة. الدخول في منظومة النقل الأخضر والتوسع فيها بشكل كبير والبناء على ما هو قائم من خطوط مترو أنفاق، ده كان ليه الفضل الكبير لاستضافة مصر زي ما قلت حضرتك لمؤتمر مناخ في نوفمبر 2022 بإذن الله. طب دكتور عبد الله، يعني خلينا نقول المشاريع اللي احنا اتكلمنا وحضرتك قلتها دي كلها في عمر الزمن تاخد قد ايه وقت؟ لا طبعا، خلينا نقول ان ما يحدث في مصر من انهاء المشروعات العملاقه في جداول زمنيه، دي جداول زمنيه غير مسبوقه بيشهد لها العالم كله، وده كان بناء على رؤيه مستقبليه مدروسه بشكل جيد جدا، وده كان ليه الفضل في جذب الاستثمارات في الوقت الحالي ورفع درجه ثقه الدوله المصريه في جذب استثمارات ضخمه من الشرق ومن الغرب بفضل المشروعات اللي انتهت في جداول زمنيه غير مسبوقه، وتمهيد وتجهيز الدوله المصريه لاستقبال مثل هذه المشروعات، وفتح مجالات استثمار في مناطق كانت متعطشه لمثل هذه الاستثمارات. انا عندي في شمال ووسط وجنوب الصعيد، عندي في المنطقه الغربيه، عندي في المنطقه الشرقيه في سيناء زي ما قلت حضرتك الفردان بئر العبد رفح طابه، عندي المنطقه الشماليه ربط بورسعيد بدمياط بالاسكندريه، عندي القطار السريع اللي هربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط من العين السخنه للاسكندريه ثم العلمين ثم مطروح كنوال الربط مع شمال افريقيا بالكامل، الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع اللي هيصل للسودان ثم بعد ذلك لوادي حلفة كنوال الربط مع كيب تاون جنوب افريقيا. كل ده هو الهدف الرئيسي منه زياده معدل ربط الدوله المصريه مع محيطها الخارجي مع ربط الداخل القوي لتحويل كامل الدوله المصريه لاكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي. نعم نعم، انا يعني هو يعني خلينا نقول انه الحمد لله يوم 3/7 حقيقي يوم عيد، لما بنشوف بلدنا بتتغير للافضل، بتتغير بتضاهي دول العالم الان في العديد من المجالات بهذا التطوير اللي احنا شايفينه، شيء يسعد اكيد كل مصري يا فندم. طبعا يا فندم، طبعا طبعا. دكتور عبد الله ابو خضرة، استاذ الطرق بكليه الهندسه جامعه بني سويف، انا بشكرك شكرا جزيلا.